يا بن ما تروك يوم انك تدربي لك علومك بارم اظن نهايتك عند العلوم اللي تدربيها مدري متى قالوا بليس يفرق الشعر يسويها صقر ما هو بليس اللي يسويها جاتكم علومي وقفوا في حالة استنفار توقع كل كلمة دارية عن بيت راعيها فغلب الشعار كأنه جيزة المسيح تضيع أسراره ما بين شهدها وقضيها تقعدت وتوظفت بوظيفة ناقل الأخبار نسلمك السوالف وانت من طبعك توديها نسلمك السوالف وانت من طبعك توديها عسى ربك يعز المسلمين ويدحر الكفار أبا استولي على الكفار واخذ هذا ذانيا أبا استولي على الكفار واخذ هذا ذانيا عسى ربك يعز المسلمين أنا ما قلت لك تشرب مرق من لحمة الجزارة تصفيها من الفيروس ولا ما تصفيها أنا ما قلت لك تشرب مرق من لحمة الجزارة تمشى في ربيع المنطقة من بعد الاستمطار خير من الديار اللي سنة ما سال وديها تمشى في ربيع المنطقة بعد الاستمطار خلوها ليا ذكيتها للضيف علقها على الشنكار لا واني داري انك ما انت بعارف تذك على حيد الطريق يسار لكن بشرك تبغى تموت وسمى مواجيب العرب عند العرب
محتله وتبقى تحت الاستعمار. وهذا من جهلها اللي معشعش في عالبيها. ترى ما قلت لك تشري زنود ما تشب النار، وانا عندي زنود النار ما حد يطفيها، وانا عندي زنود النار ما حد يطفيها. احدهم دق لك مسمار وانت زريت بالمسمار، يا لين انك فقدت الفرصه اللي ما انت